يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله وما ينتوي الأعمى والبصير وما الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما
مختلفة الألوان
ومن الجبال جدد بيوت وهم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية صدق الله.